كيمزون كيسكي كيبورا. قد يبدو هذا مثل قناة تابعة للتلفزيون الكوري، ولكن ما يقوله بالفعل هو: أنت لست أفضل من أي كلب يا كيم جونغ أون. هذه هي رسالة الترحيب عند دخولك للموقع الحكومي أورومنزو كيري مع صور مضحكة لكيم جونغ أون، كما أن هناك أغاني تعرض كيم جونغ أون وهو يشرب الخمر بينما يعاني أطفال كوريا من الجوع. وفي حساب تويتر للموقع يوجد رابط لهذه الصورة، حيث تعرض كيم جونغ أون مرتديا زيا على شكل خنزير مع وشم لميكي ماوس على بطنه وشعر على صدره، مع إعطائه لقب خطر على السلام العالمي. أما حساب تويتر عرض كلمة اختراق مع صور لمجموعة من الهاكرز الذين يطلقون على أنفسهم اسم أنانيموس، أي غير معروفين. وهذه واحدة من أحدث الاستفزازات التي قد تقود لنشوب حرب بين الكوريتين، ورغم أنها حرب إلكترونية إلا أنها أكثر بكثير من مجرد الاستهزاء بالقائد الكوري الشمالي. أين يقع الخطر الأكبر؟ في حرب تقليدية نووية أم حرب إلكترونية؟ البروفيسور كيم يقول إن هدف الحرب الإلكترونية هو شل العدو عن القتال، ولكن إذا استمرت الحرب الإلكترونية فهناك احتمال كبير لشن حرب تقليدية. ولهذا قررت سيول أن تبني جيشا من جنود مدربين على خرق الشفرات الإلكترونية ومحاولة فهم ما يسمونه بالإرهاب الإلكتروني لكوريا الشمالية. لا نستطيع عرض وجوههم لأن الكثير منهم سينضمون إلى خط الدفاع الإلكتروني لكوريا الجنوبية. وعلى الرغم من خفة دم هذا الموضوع، هنالك مخاوف عديدة من قبل خبراء الأمن الذين أشاروا إلى أنه من شدة نجاح هذا الأمر قد يدفع هذا إلى غضب كوريا الشمالية، مما قد يدفعهم إلى شن الحرب قريباً.